طيب شباب، مساء الخير. صوت واضح. صوت واضح شباب. طيب نحاول نعلي الصوت. مشي الحال هلا هيك. طيب هلا هي الفكرة انه لسه الطلاب عم يدخلوا ويطلعوا من الجلسة، يعني بتمنى بالمحاضرات القادمة انه تكونوا مجهزين اموركم اكثر. يعني هلا لاحظت انه اكثر من طالب لهلا عم يحاول يدخل وكأنه عنده مشكلة، مشكلة نت او مشكلة بتجهيز يعني البرامج اللي بتخص تشغيل نظام المحاضرات. طيب بكل الأحوال بتمنى لكم بالبداية التوفيق والنجاح بهي المادة. رح كون معكم بمادة التعلم الإلكتروني بهذا الفصل. أنا المهندس ضياء خلوف. بتمنى لكم التوفيق والنجاح بهي المادة. طبعا مادتنا من المواد السهلة بالنسبة لكم انتم كطلاب هندسة. طبعا هي المادة هي مادة عامة، يعني معظم طلاب الجامعة الافتراضية بيدرسوها بكل الاختصاصات. فبالنسبة لكم هي المادة هي مادة سهلة، ما فيها رياضيات وما فيها تعقيد البرمجة وما هي يعني ما أنا خلينا نقول مادة اختصاصية. طبعا الفكرة من هاي المادة إنه نتعرف نحن على بعض المواضيع اللي بتخص التعلم الإلكتروني. بما أنكم عم تتعلموا بشكل إلكتروني لازم نعرف نحن شو يعني تعلم إلكتروني وشو فوائده شو الأنظمة اللي بتستخدم فيه إلى آخره، مشان إذا حدا سألنا كيف أنتوا عم تدرسوا بالجامعة الافتراضية، شو يعني تعلم إلكتروني، كيف شو الأنظمة اللي عم تستخدموها إلى آخره، نكون بنعرف. طيب رح نحكي مثل ما قلنا نحن اليوم المحاضرة هي محاضرة تعريفية، يعني هي مانا من المحتوى، يعني معنا محاضرة رح نبدأ بالأسبوع القادم المحاضرات تبع المحتوى. وهلأ بعرض لكم خطة المحاضرات، ولكن رح نحكي هيك بشكل عام عن يعني عن المادة. مثل ما قلنا المادة فيها مواضيع متنوعة، كل محاضرة بيكون في موضوع جديد. تمام، يعني ما في مشكلة إذا ما حضرتوا محاضرة معينة إنكم تحضروا اللي بعدها، بعكس المواد الاختصاصية اللي بتكون المحاضرات متسلسلة ويفترض انه انا احضرها بشكل متسلسل. ولكن اللي بدي اياه منكم انه الطالب اللي ما بيحضر محاضرة معينة يرجع يسمع التسجيل تبع هي المحاضرة قبل ما يحضر الاسبوع اللي بعده مشان يعرف شو صار خلال المحاضرة. تمام، احيانا نعطي ملاحظات، احيانا نتفق على شيء معين مع الطلاب، فبيكون هو عرف شو صار خلال المحاضرة. تمام، اذا بتمنى تحضروا المحاضرات متزامنة، في حال ما قدرتوا تحضروا فتسمعوا التسجيل قبل ما
يجي موعد المحاضرة، يعني معكم أسبوع للمحاضرة اللي بعدها تسمعوا التسجيل. تمام؟ طبعا الحضور مفيد لإلكم ولإلها. لإلكم ولإلها. حسب توجيهات إدارة الجامعة. يعني الحضور مطلوب. مطلوب من الطالب بتقدير معينة. تمام؟ طيب. هاي بالنسبة للحضور. بالنسبة للوظيفة، دائما بيسألوني الطلاب حتى من قبل ما نبدأ المحاضرات، بيبعتوا لنا ايميل شو مشان الوظيفة مثلا. نحن في عندنا وظيفة واحدة خلال الفصل، وهي الوظيفة هي عبارة عن حلقة بحث. تمام؟ الفكرة أنا بلشت بالوظيفة لأنه حكيت عن الحضور ومشان فكرة العمل الجماعي. الوظيفة ما أنا فردية، الوظيفة جماعية، يعني بيشتغلوها مجموعة من الطلاب بيتعاونوا مع بعض لإنجاز الوظيفة. مثل ما قلنا، الوظيفة هي عبارة عن حلقة بحث حول موضوع معين نحن بنحدده، بنطلب مجموعة من الأفكار بتخص هذا الموضوع، تبحثوا عنهم، تجمعوا معلومات عنهم وتعرضوا لنا اياها، تقدموا لنا اياها بشكل تقرير او حلقه بحث. الوظيفه جماعيه، مشان هيك ريثما تصير الوظيفه جاهزه بعد اسبوع او اسبوعين، يعني خلال هذول الاسبوعين انتم فيكم تنظموا بعضكم بمجموعات مشان تشتغلوا مع بعض الوظيفه. تمام؟ كل 3 طلاب. هلا بالنسبة للحضور وبالنسبة للاشتراك بالوظيفة، فيكم تشتركوا مع الصفوف اللي أنا بدرسها فقط. يعني أنا بدرس مثلا الصف رقم 2 والصف رقم 3، فهدول بالنسبة لي وكأنهم صف واحد، فيهم يشتركوا مع بعض، فيهم يحضروا مع بعض، فيهم يسمعوا محاضرات بعض، ما أنا مشكلة. تمام؟ يعني ما بتميزوا عن بعض. بس ما في تشتركوا مع طلاب من صفوف مدرسين اخرين. تمام؟ لانه بالنهايه الوظيفه رح تقيم من مدرس واحد. تمام؟ يعني انا طلابي انا بقيم لهم وظائفهم، انا بقيم لهم حضورهم، انا بقيم تفاعلهم خلال المحاضرات. تمام؟ الى اخره. مشان موضوع المايك، بتمنى من الطلاب اللي بيدخلوا متأخرين على الجلسة ينتبهوا لموضوع المايك، يعني وحاولوا تحضروا، يعني تدخلوا على الجلسة تجهزوا الجلسة مثلا قبل ب5 دقائق، تدخلوا يعني تجهزوا أموركم. أحيانا الدخول خلال المحاضرات عم يعمل انقطاعات كتير. تمام؟ إذا عندنا وظيفة واحدة عليها 30 علامة، 70 على الامتحان النظري اللي بنهاية الفصل. إذا في عندنا وظيفة وفي عندنا امتحان بنهاية الفصل. في ملاحظة هامة لازم تعرفوها بالنسبة لكل المواد اللي بتدرسوها بالجامعة، اللي ما بينجح بالوظيفة بيرسب بالمادة كلها. يعني حتى لو قدم امتحان نظري فيعتبر راسب. يعني لازم الطالب يحقق على الأقل 40% من علامة الوظيفة. تمام؟ و40% من علامة الامتحان النظري النهائي لحتى يعتبر ناجح بالمادة، إضافة لأنه المحصلة تكون أكثر من 60 مثلا ببرنامجكم بعتقد. إذا برجع بعيد، نحن في عنا وظيفة، في عنا امتحان بنهاية الفصل. طبعا بيسألون الطلاب إنه الامتحان مؤتمت أو في أسئلة مقالية. الامتحان مؤتمت. تمام؟ الامتحان مؤتمت، الأسئلة مؤتمتة من أنواع مختلفة، صح وخطأ، اختيار وحيد، اختيار متعدد، إلى آخره من هالأنماط اللي بتعرفوه. بالنسبة للدراسة، الدراسة هي
معنا حفظ بصم. الدراسة بهي المادة هي قراءة مركزة، تمام، نقرأ ونفهم. طبعا الدراسة من ملفات البي دي اف الموجودين على نظام ال ام اس. هلا بنستعرض اهم الانظمة اللي يعني اللي بتخص الجامعة، تمام. لهون هلا منهم، اذا الدراسة من ملفات البي دي اف الموجودة على نظام ال ام اس. هلا نشوف يعني طبعا قبل ما نبدا بالانظمه خلينا نحكي اول شيء على موقع الجامعه الافتراضيه السوريه svonline.org. هذا الموقع اللي لازم انتم تتابعوه بشكل يومي لانه بيتم من خلاله الاعلان. هلا بقول الاعلان عن كل المواضيع اللي بتخص الطلاب، امتحاناتهم، بدء الامتحانات، المفاضلات الى اخره، تمام. طيب ضمن الموقع ايضا بتلاحظوا هون في مجموعه من الروابط اللي بتقدروا تنتقلوا من خلالها للانظمه اللي راح تستخدموها بالجامعه الافتراضيه السوريه. في عندكم اول نظام استخدمتوه مشان التسجيل على المفاضله والتسجيل على المواد واختيار الصفوف بشكل مفصل، هو نظام الـ SVUIS، تمام؟ طيب هرجع بالنسبة للوظيفة، بس بما أنه بلشنا بالأنظمة خلينا نكمل. نظام الـ SVUIS أو نظام معلومات وامتحانات الجامعة، هذا النظام اللي أنتم عم تستخدموه حالياً، تمام؟ طيب في عندنا نظام الـ NMS مثل ما قلنا، نظام إدارة التعلم اللي من خلاله حتوصلوا للمحتوى العلمي اللي بخص المادة تبعكم. طبعا أنا هون داخل على هذا النظام بحسابي كمدرس، أنتم حتدخلوا على هذا النظام بحسابكم كطالب، رح يطلع لكم مجموعة من المقررات اللي أنتم مسجلين عليها، تمام؟ واللي من ضمنها مادة Introduction to Online Education. طبعا حتلاقوا هون قسم خاص بالفصل S22 رح يحطوا لكم فيه كل النشاطات اللي بتخص هذا الفصل، خطة المحاضرات، الوظيفة، الملفات تبع تصحيح الوظيفة، كل شيء بخص هذا الفصل رح تلاقوه موجود ضمن هذا القسم، تمام؟ القسم الثاني رح تلاقوا ايضا المحتوى العلمي، مجموعة من ملفات البي دي اف اضافة للمحتوى التفاعلي. طبعا المحتوى التفاعلي انتم فيكم تحضروه لحالكم، تمام، وكتير مفيد للطلاب انهم يحضروا هذا المحتوى قبل موعد المحاضرة. يعني هلا بنعرف انه المحاضرة القادمة هي عن التعلم الالكتروني، فمنروح نحضر هذا المحتوى التفاعلي، يعني بنحضر المحاضرة، بمعنى آخر بنحضر المحاضرة. كثير مفيد للطلاب إنهم يحضروا المحاضرة قبل حضورها، تمام. في عنا إذا هذا المحتوى التفاعلي اللي أنتم ممكن تحضروه، وفي عنا مجموعة من ملفات البي دي اف اللي لازم تدرسوها مشان الامتحان. إذا دراسة للامتحان من ملفات البي دي اف، في عنا هون مجموعة من ملفات البي دي اف المطلوبة أو المطلوب تدرسوها بالامتحان، تمام؟ طبعا حسب هلأ بنشوف الخطة أو المواضيع اللي نحنا رح ندرسها بهي المادة، أوكي؟ إذا عندنا نشاطات الفصل S22 وعندنا المحتوى التفاعلي. هلأ إذا بتنزلوا لتحت شوي بتلاقوا هون مثلا في عندكم أول محاضرة اللي هي التعلم الإلكتروني، في بعض المحاضرات المسجلة، يعني في محتوى خاص بهي المحاضرة، تمام؟ من أجل كل محاضرة من المحاضرات رح تلاقوا قسم مثل هذا فيه ملفات بتخص المحاضرة، طبعا اللي بيحب أيضا يحضرها أو يسمعها، يعني بيكون مفيد هذا الشيء بالنسبة للطالب، تمام؟ طيب نرجع للأنظمة. إذا عندنا
في ايضا نظام الريكوست سيستم، نظام الطلبات الالكتروني. هذا النظام يمكن حتستخدموه لاحقا، اللي من خلاله حتقدروا تقدموا كل الطلبات اللي انتم بتحتاجوها ضمن الجامعة. مثلا بدكم تعترضوا على علامة وظيفة، بدكم تقدموا كشف علامات، بدكم تستخرجوا وثيقة معينة من الجامعة، بيان وضع، ما بعرف شو. فيكم كل هاي الطلبات تقدموها من خلال نظام الطلبات الإلكتروني. وفي عندكم الإيميل. طبعا الإيميل هو وسيلة التواصل الأساسية بينكم وبين المدرسين، أو بينكم وبين إدارة الجامعة أو الموظفين بالجامعة. يعني أي مشكلة بتعترضكم ممكن تتواصلوا مع القسم المختص، شؤون الطلاب، الامتحانات، الدعم التقني، ليساعدوكم أو يحلوا لكم أي مشكلة ممكن تواجهوها بالجامعة. طبعا أنتوا لاحظتوا إنه شوي صار في انقطاع بالصوت، لأنه لاحظتوا قد إيه زاد الحضور خلال هاي الفترة اللي نحن عم نحكي فيها، أو بعد ما بلشنا المحاضرة. يعني في كثير من الطلاب دخلوا بعد الساعة 10. ما أنا مشكلة، بس يعني بصير انقطاعات بالصوت لما يدخل الطالب على المحاضرة. تمام؟ فبرجع بذكر، بتمنى أنه تحضروا، يعني اللي حابب يحضر المحاضرة يدخل على الوقت المحدد لإله. طيب، رح ارجع لموقع الجامعة طالب، مش أنظم يعني تحضروا المحاضرة بشكل جيد، يعني تكونوا منزلين الأنظمة المطلوبة لحتى تشتغل المحاضرة عنكم، لحتى تقدروا تحضروا ما يكون يعني تكون. ما يكون في عندكم مشكلة لا بالصوت ولا بالصورة ولا يعني الفيور. في طلاب لأنه بيحاولوا يدخلوا ما بيمشي الحال، بيكون في مشكلة بتنزيل هالأنظمة المطلوبة لحضور المحاضرات، إضافة للأنظمة اللي أيضا بتشغلوا من خلالها المحاضرات المسجلة. إذا في مجموعة من الأدلة والبرامج البرمجيات اللي بتخص الجامعة. تمام؟ طبعا USVU Launcher اللي من خلاله بتشغلوا المحاضرات المتزامنة، برنامج الحضور، برنامج تشغيل الجلسات غير المتزامنة يعني مسجلة، وبعد الأدوات الضرورية مشان موضوع الصوت وهالتفاصيل الأخرى اللي بتخص برنامج المحاضرات. تمام؟ وفي عندكم هون مثل ما قلنا الأدلة، أدلة الطالب، دليل مثلا لاستخدام الإيميل، دليل لاستخدام نظام الطلبات، دليل لنظام الصف الافتراضي. تمام؟ انتوا بتشوفوا الأدلة اللي محتاجينها. مثلا هلا بدكم تحضروا محاضرات، فبتطلعوا على دليل الصف الافتراضي، بس تحتاجوا مثلا تستخدموا نظام الطلبات، تطلعوا على الدليل اللي بيخص نظام الطلبات، وهكذا. الأدلة اللي ممكن تحتاجوها مفيد لإلكم تطلعوا عليهم. تمام؟ طيب، هنجي لمادتنا لنستعرض من خلالها أهم المحاضرات اللي نحن رح ناخذها بهي المادة. في عنا 12 محاضرة. المحاضرة الأولى مثل ما قلنا محاضرة تعريفية فقط، لها حتى تعرفوا شو حندرس بهي المادة وكيف حتشتغلوا بالوظيفة وإلى آخره. وبالنسبة للوظيفة اللي سأل قد إيه عدد الطلاب اللي ممكن يشتركوا، هلا وسطيا 3 طلاب، أحيانا بنقبل 4 طلاب، ما لنا مشكلة. يعني أحيانا في بعض الطلاب بيقولوا نحن 4 يعني مشان نشتغل مع بعضنا، نحن رفقات، نحن كذا، يعني ممكن نقبل 4، ما لنا مشكلة يعني.
يعني نحن حنكون متعاونين معكم لأبعد الحدود، بحيث إنكم تدرسوا هاي المادة تنجحوا بهاي المادة. إذا 3 طلاب أو 4 طلاب يشتركوا بالوظيفة ما في مشكلة. بالنسبة للمواضيع اللي حندرسها نحن بهاي المادة، رح نبدأ من الأسبوع القادم بالفصل الأول اللي هو التعليم الإلكتروني. نحكي بشكل مفصل عن التعليم الإلكتروني، ميزاته ومساوئه مقارنة مع التعليم التقليدي، نتعرف على أنواعه وتوجهاته إلى آخره. نحكي بشكل مفصل عن التعليم الإلكتروني. المحاضرة اللي بعدها أو المحاضرة الثالثة بتكون الفصل الثاني، منصات وأدوات التعلم الإلكتروني. بنحكي بشكل مفصل عن الأدوات اللي ممكن نحن نستخدمها للتعلم الإلكتروني. المحاضرة الرابعة نحكي فيها عن محركات البحث. محركات البحث هي من الأدوات المفيدة بالنسبة لكم كطلاب بالجامعة، لأنه حتحتاجوا كتير تعملوا بحث على شبكة الإنترنت بكل المواد اللي حتدرسوها، بما أنه الإنترنت مصدر أو مرجع هام بالنسبة لكم. فحنحكي عن محركات البحث وأهميتها وأنواعها، وحتستخدموا هاي المحركات أيضا للبحث عن المواضيع اللي تخص الوظيفة. تمام؟ يعني انتم حتنفذوا بشكل عملي عمليات البحث بوظيفة المادة تبعنا. حنعطيكم موضوع جديد تبحثوا عنه على الانترنت وتجمعوا المعلومات. طيب المحاضرة الخامسة رح نحكي فيها عن كتابة التقارير. طبعا الهدف من ايضا هي المحاضرة هو نعلمكم كيف تقدموا المعلومات اللي جمعتوها عن هذا الموضوع، كيف نقدمها بشكل تقرير. لما نحكي شو المبادئ الأساسية لكتابة التقارير، كيف لازم يكون، شو الأقسام تبعه، وأيضا بتطبقوا هذا الشيء ضمن الوظيفة. يعني بتقدموا الوظيفة كتقرير حسب هالمحاضرة أو المبادئ أو الأفكار اللي تعلمناها بهي المحاضرة. المحاضرة السادسة أيضا نحكي فيها عن البرزنتيشن أو العروض التقديمية، وممكن نطلب منكم عرض تقديمي ممكن لا. ايضا هي المحاضرة هدفها نعلمكم كيف تعملوا عرض تقديمي اذا احتجتوا، لانه بكثير من المواد اللي حتدرسوها بالجامعة بتحتاجوا انكم تعملوا برزنتيشن لتشرحوا عن العمل تبعكم. بعدين بنرجع للأنظمة اللي بتخص التعليم الإلكتروني، فبنحكي عن أنظمة إدارة التعلم اللي هي أهم الأنظمة المستخدمة بالتعليم الإلكتروني، اللي من خلالها بتتم كل العمليات اللي بتخص التسجيل و جدولة المحاضرات إلى آخره من التفاصيل. فبنشوف شو الخدمات اللي بتقدم لنا إياها هاي الأنظمة وفوائدها. بعدين بننتقل أيضا لأنظمة إدارة المحاضرة الثانية، أنظمة إدارة المحتوى التعليمي، اللي من خلال أيضا هي أنظمة هامة، ولكن هي أنظمة موجهة للمدرسين أو للمؤلفين المحتوى التعليمي الإلكتروني. بما أنه عم نحكي عن تعليم إلكتروني، فبالتالي المحتوى تبعنا صار إلكتروني، وبالتالي صرنا بحاجة لأنظمة لنطور هذا المحتوى الإلكتروني. ننتقل للمحاضرة التاسعة، نحكي فيها عن أنظمة إدارة الامتحانات. طبعا إدارة الامتحانات أيضا بما أنه عم نتعلم بشكل إلكتروني وعم نقدم أيضا امتحاناتنا بشكل إلكتروني، فصرنا نستخدم أنظمة إلكترونية لإدارة الامتحانات. فبنتعرف بهي المحاضرة على الخدمات اللي بتقدم لنا إياها أنظمة إدارة الامتحانات، والأجزاء اللي بيتكون منها نظام إدارة الامتحانات. المحاضرة العاشرة بنحكي فيها عن مفاهيم حديثة بالتعليم الإلكتروني. المحاضرة 11 بنحكي فيها عن الاستبيان. طبعا
كنا سابقا ايضا نطلب من الطلاب يعملوا استبيانات بتخص دراستهم بالجامعه، وايضا ممكن تحتاجوا تعملوا استبيان انتم بمشاريع التخرج تبعكم. فمشان هيك هي المحاضره ايضا مفيده لكم لحتى نتعلم من خلالها كيف نعمل الاستبيان، او ليش نعمل الاستبيان، وشو المراحل اللي بيتم فيها انشاء الاستبيان. هي المحاضرات كمحتوى علمي. بيبقى عندنا محاضرة رقم 12 بنعمل فيها مراجعة عامة وبنتناقش فيما يخص الوظيفة، يعني بتكونوا انتم انجزتوا الوظائف وسلمتوهم ونحن صلحنا لكم الوظائف ونشرنا العلامات، فممكن نعمل مناقشة بما يخص الوظائف. تمام؟ هي بالنسبة للمواضيع اللي نحن رح ندرسها بمادتنا. مثل ما قلنا في عنا وظيفة واحدة خلال الفصل، تقريبا ب 10 11 بتكون الوظيفة جاهزة بنسلمكم اياها، بيكون التسليم بشهر 12 تقريبا، يعني نعطيكم شهر لانجاز الوظيفة. طبعا مثل ما قلنا في عنا وظيفة، في عنا امتحان بنهاية الفصل. هاي محاضرتنا لليوم شباب، حدا بيحب يسأل أي شيء؟ حكينا عن الحضور، حكينا عن الوظيفة، حكينا عن الدراسة من وين تدرسوا المحتوى. طبعا لاحقا نشرح لكم الوظيفة بس تصير جاهزة، وأيضا بالمحاضرة الأخيرة نحكي شوي بما يخص الامتحانات وكيف الأسئلة بتيجي بالامتحان، يعني بعد ما تطلعوا على المحتوى العلمي للمادة. أوكي شباب؟ طيب هلا الحضور لألكم شغلة، نحن بنكافئ الطلاب اللي بيحضروا واللي بيتفاعلوا خلال المحاضرات بإضافة بعض العلامات على الوظيفة كمكافأة. تمام؟ يعني اللي ما بيحضر ما بنخصم له علامات من علامة الوظيفة، ولكن اللي بيحضر ويعني وبيشارك بنعطيه بس نعطيه بعض العلامات كمكافأة على الحضور. لا أكيد أنتوا، أنا يعني ما بت يعني عادة ما نحن بنعمل، عادة نحن نتواصل عن طريق الإيميل أو عن طريق ممكن نعمل منتدى حوار على نظام الـ LMS. تمام؟ أما التواصل يعني تواصل آخر بالنسبة يعني متاح لإلكم أو متروك لإلكم، أنتم تتواصلوا مع بعض، تنسقوا مع بعض، ما لنا مشكلة يعني. طيب خلينا نشوف كمان مين بحب يسأل شيء. حدا بيحب يسأل شيء عن المحاضرة أو عن المادة أو في شيء، أي استفسار، أي شيء ما نو تحبوا تسألوا عنه؟
معنا مشكلة، معنا مشكلة شباب، الصفين فيهم يحضروا مع بعض، معنا مشكلة. الصفين فيكم تحضروا مع بعض، فيكم تشتغلوا الوظيفة مع بعض. أوكي؟ طيب شباب، إذا ما في أسئلة فينا ننهي المحاضرة. يعطيكم العافية شباب، موفقين، تصبحوا على خير.